محمود احمد الملقب بعلق. بسم الله هاد الناس نعماس يجي جاو الجمعيه جاو لنا حنا درناهم ذاك العام ودروك تطلبوا منهم دابا جمع عام، ما عمرهم دار لنا جمع عام، وهاد الناس سالت الصلاحيه ديالتهم بشهرين ولا ثلاث شهور ومازال ما عرفنا حنا راسنا من رجلنا هنايا ولاو البيبان المحلولين ولا تحت هنا ما مسؤول. حنا الله يجزاكم بخير اللي بغينا تنطلبوا، عاش الملك والله يجعل البركه في سيدنا اللي مترأس الجمعيات، وحنا راه حنا تحت الرايه الحمراء. الله يجزاكم بخير بينا اللي نصفنا بينا السيدي يجي يعطينا يجي يتحاور معنا ويجي يعطينا يشوف هاد الناس هادو مالهم يدير لنا جمع عام، تنطلبوا جمع عام والانتخابات راه عندنا ناس هنا مضرورين، الجزاره راه مضرورين، راه ولات كتذبح لنا العماس يجي ام الخروف ولات كتذبح لنا العجا، السنعجه ما تذبحش ولات كتذبح العجله ولا قانون هنا خارق للعاده، حنا شي خصنا نحدوه يجي الرئيس ما كنشوفوه كاع الرئيس ما كنشوفو لا رئيس لا اداره تا اداره ما كايناش الله يجزيكم بخير الله يرحم والديك. حنا بينا نبلغوا الوزاره الوصيه بانه الثروه الحيوانيه اصبحت مهدده بالانقراض، والدليل على هذا انتم كما تشوفوا تتذبحي الخروفه وتتذبحي العجله وما كاينش، وحنا تنطالبوا من الوزاره الوصيه باش تدخل لنا بهايم من على برا وتروجوا لنا الاسواق، انه اللحم ولات غلات ولا ذاك سميتو العرض قل من الطرف، ولا دخلوا عندنا لوبيات تيتاجروا باللحوم، وحنا اولى احنا اولى، حنا كبرنا في هذه الحرفه وكبروا فيها والدينا وكبروا فيها خوتنا وكبروا فيها كل شيء الحمد لله، وحنا بغينا سيدنا يتدخل وينصفنا حنا، انه هاد الناس اللي تيمثلونا واش هما موالين للحكومه او موالين لشي واحد اللي تيضرنا حنا، انه هاد الناس ما تيقدروش تحسبوهم حنا بحال موظفين اشباح. والسلام عليكم ورحمة الله، احنا بغينا حل يكون جذري ما بغيناش حل وقائي.